أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي، حتى الأنبياء لم يأخذوا هذه الخمس. إذا كان أول ليلة منه، يعني يوم الحد بالليل، إذا كان أول ليلة منه نظر الله إليه إذن، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. وأما الثانية فإن الخلوف أو رائحة أفواههم حين يمشون تكون عند الله أطيب من رائحة المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم ليلا ونهارا. وأما الرابعة فإن الله يقول للجنة تزيني يا جنتي لعبادي الصائمين، فإنهم أوشك أن يتركوك ويأتون إلى الجنة، أو يتركوا الدنيا ويأتون إليك. وأما الخامسة إذا كان آخر ليلة منه غفر الله له جميعا. فقال رجل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العمال إذا وفوا عملهم وفوا أجورهم. هكذا كان الشهر الفضيل، نستقبل رمضان بنفوس راضية عن أعمالها، نكفر عن ذنوبنا. نستقبل رمضان إزاي؟ الصدقة والرباحة إزاي؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عاوزين نقول مش عاوزين نوصل للمرحلة دي. لولا أخرتني إلى أجل قريب لأصدقن. شوف الميت يطلب من ربنا إيه؟ ما بيطلبش من ربنا بيقول يا رب رجعني من الدنيا تاني، ها؟ علشان أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا أحج. ده بيقول يا رب رجعني من الدنيا تاني عشان إيه؟ عشان أتصدق. شفت الواحد بيتمنى يرجع للدنيا ليه؟ ها؟ طب أنا لو أخرتني إلى أجل قريب، لو سبت شوية يا رب هتصدق. شوف الصدقة يا أخوانا، شوف الصدقة منزلتها عظيمة عند ربنا قد إيه. عاوزكم مع نفسك كده، ليه الميت عاوزكم يطلب من ربنا إيه؟ لو حد يرجع للدنيا يطلب من ربنا إيه؟ بيقولوا لا تصدقن ولا يكونن من نصيرا. إن رجعت مكان الدنيا هتصدق، عشان تعرف مع عظمة الصدقة قد إيه؟ عشان تشوف نفسك في رمضان هتصدق قد إيه؟ وهتطلع إزاي؟ وهتدي لمين؟ ومين اللي يستحق الصدقة بتاعتك؟ ما النهارده ما اقدرش ابنى على سفرة فيها 100 صف و100 نوع، واحد تاني مش لاقي. لا يا اخوانا، ده الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة في مسواه. اللي بيعمل عمرة بياخد صف فريضة، اللي بيطلع صدقة بياخد أجر الفريضة، فرض فريضة الزكاة، اللي بيصلي ركعتين سنة بياخد ثواب فرض كامل. السنة في رمضان فرض، والفرض أجرها 70 فرض. شوف بقى، شوف أنت هتعمل إيه مع ربنا بقى، شوف إزاي هتطلع صدقتك في رمضان، شوف إزاي هتدعي على ربنا بقى، شوف مين اللي هينفعك في أزمانك، شوف مين اللي هيبقى جنبيك، اللي جبت لي الفلوس وبهدلها، ولا الفقير اللي هيجي من الجنة يا رب ده كساني، يا رب ده أتعبني، ده الصباع اللي فيا دوا نبت من اللقمة تحت عمره، ده القلب اللي فيا ده السبب اللقمة اللي عطاها لي كلتها أنا، دي رجلي اللي نبتت من الطعام بتاع عمره، الرجل مش هدك يوم القيامة، الرجل اللي أنت كنت السبب فيها في احيائها مش هدك. شوف هداله ربنا بكام صدقه، شوف ازاي البرنامج اللي هتعمله في رمضان علشان ربنا يسامحك مع الناس، علشان ربنا يسامحك مع ابوك، علشان ربنا يسامحك في اللي فات. بس لان اللي فات كتير. النهارده لما نبص نلاقي انسان، عشان اوريكم قيمة الصدقة، لما طلبنا من انسان الجمعة الماضية وقلنا له عاوزين منك ربنا يكرمك وحاجة كبيرة تحلها لنا، ربنا اكرمه، ربنا اداله وهيكرمه تاني ربنا، وكرم ربنا عليه هيزيد وهيزيد تاني وتاني، لان افضل حاجة تعملها ادخال السرور على قلب مسلم.
ضحكة والبسمة على جلد حزين. اليتيم اللي تجر جنبيه، الأرملة اللي تجر جنبيها، السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالقائم الذي لا يفتو ما يتعبش من القيام ليل ونهار صايم وقائم، وكالصائم الذي لا يفطر يعني منه يعني بقى السنه كلها صايم. الساعه الاربعه والمسكين، شوفوا الفرق بتاع ربنا مع عباد العباد. ربنا اختص عباد بخدمه العباد، فاذا دخلوا بها اخذها منهم. اوعى ربنا يديك خدمه لحد وياخدها منك، اوعى ما تخسر الدنيا والاخره. ربنا اختص عباد بخدمه العباد، اوعى ربنا يتكسر بخدمه وتدخل بيها وتكسر عنها. لما طلبنا من الدكتور الاستاذ الدكتور ابو بكر روح الدين الجمعه اللي فاتت ان عندنا مريضه تكلفت عمليتها اكثر من 4000 جنيه، تكفل بها من البدايه الى النهايه. الاستاذ الدكتور ابو بكر روح الدين الجراح لا اقول العالمي ولكن حقا العالمي، إن ربنا أكرم بيه الست الأرملة دي اللي جوزها مات من فيروس سي، اللي معاها ولد وبنت متربيهم يتامى، اللي عايشة مع أمها في شقة أنت ما تطيقش ريحتها. أرملة لا تمتلك من الدنيا من حطام الدنيا إلا ما تنام عليه هي وأولادها وابنها وبناتها. عملها العملية بصوت الدكتور أبو بكر محي الدين وكلفت أكثر من 4000 جنيه، وقام بها من بدايتها إلى نهايتها. ومع ذلك كان يتمنى المزيد، يتمنى المزيد ليه؟ لانه عارف ان ربنا هيكفي، ان هيلاقي ده بكره بعض عند ربنا، ان عمل القبر عمل لرضا ربنا. بص ربنا ما بصش للفلوس، كل زاد مفيش حاجه هتقعد ومفيش حاجه هتنفع في القبر. ابنك مش هينفع، فلوسك مش هتنفع، منصبك مش هينفع، عملك بس اللي انت كذبته بس قبل الموت، اللي انت عملته مع الملائكه بس، الصدقه اللي طلعتها بس. ازاي انسان بيبكي تمسح دموعه؟ ازاي انسان عايش حزين وانت بتفرحه؟ ازاي ست زي دي كانت محتاجه اللي يشيل عنها الالم وربنا جعله في ازاله الالم؟ ادعو الله في السر وانت في الموقف.